زيانة فاروق ما شاء الله كلنا أمل طموح في النادي الأهلي، أكيد بنتشرف ليها بطلتنا، وفي نفس الوقت بنتمناها إن شاء الله بإذن الله في بطولة طوكيو بإذن الله في الأولمبياد تجيب ميدالية قريب بإذن الله، هتكون ضيفتنا لأنها تستاهل إحنا كل الدعم. الكابتن زيانة فاروق ما شاء الله عليها بإذن الله للأولمبياد طوكيو بإذن الله 2020. هنسيب الألعاب الفردية وهنروح للألعاب الجماعية ولعبة كرة السلة. فريق الرجال الأسبوع ده لعب مباراتين، لعب مباراة مع سبورتينج ولعب مباراة مع نادي الجزيرة، بس مباراة الجزيرة الأهلي خسر فيها. خلينا نشوف النتائج النهاردة في الأسبوع ده فريق الباسكت عمل إيه معانا. فريق كرة السلة دوري السوبر مع سبورتينج فاز الأهلي 77-61، بس في دوري السوبر مع الجزيرة خسر الأهلي 86-82. لازم أقول حاجة في الحتة دي بالذات، دوري سوبر دوري قوي ما شاء الله، الاهلي لسه ماشي اول، عجبني حاجه ايجابيه جدا ان جماهير الاهلي بعد خساره المباراه دعموا الفريق وفضلوا وراهم في السوشيال ميديا وقعدوا يسبورتوا الفريق، دي حاجه مهمه جدا ان جماهير الاهلي تعمل ده، لان الدعم كله ان البطوله تخلص ونتحاسب في الاخر، نتمناها ان شاء الله حمراء. لكن في تعقيب سريع، ماتش الجزيره كان التحكيم فيه كلام كتير، يا ريت يا ريت يكون التحكيم داي اوف لي ما يكونش حاجه ثانيه لفريق كره السله رجال. هنروح نستقبل نتائج فرق السله في النادي الاهلي في قطاع الناشئين والشباب بالنادي الاهلي. كره السله ناشئين بطوله منطقه القاهره تحت 14 سنه، الاهلي بيفوز على وادي دجله 62-43. بطوله منطقه القاهره تحت 14 سنه برضو الاهلي بيفوز على نادي الشمس 66-50. وفي نفس البطولة الأهلي بيفوز 90-51 على طلايع الجيش. تحت 14 مستمرين مع تحت 14 سنة. الأهلي 61-18 مع نادي الغابة، ما شاء الله سكور كبير. في بطولة منطقة القاهرة تحت 16 سنة الأهلي بيفوز 56-37 لنادي طلايع الجيش. بنبارك لفرقة 14 سنة بفوزها ببطولة منطقة القاهرة. هنروح لبطولة منطقة القاهرة تحت 18 سنة. الأهلي بيفوز على نادي القاهرة 82-26. بطولة منطقة في النادي الأهلي اتحاد الشرطة بينسحب من قدامه فالأهلي بيفوز 20-0 من النقاط. ده بالنسبة لكرة السلة رجال، وما شاء الله نتائج مبهرة لكن ونتائج كويسة جدا بالنسبة للأسبوع ده في كرة السلة. خلينا نشوف كرة السلة سيدات قالت ايه الاسبوع ده ونتائج فريق كرة السلة للسيدات ودوري السوبر لسيدات كرة السلة. في دوري السوبر الاهلي لعب ماتشين مع الجزيرة فاز الاهلي 87-46 ومع نادي الشمس فاز 74-68. نروح لكرة السلة ناشئات. الأهلي بيفوز على وادي دجلة 68-50 والأهلي بيفوز على نادي الشمس بنتيجة 85-49 ويفوز على نادي الطيران بنتيجة 51-30. مستمرين مع كرة السلة ناشئات، والأهلي بيفوز على وادي دجلة 39-15 وتحت 18 سنة الأهلي بيفوز على مدينة نصر 61-22. هنكمل هنروح لكرة اليد. كرة اليد بالنسبة لفريق الرجال راحة، ويوم 7/2 هيبدأوا الدوري دوري المحترفين مرة تانية بعد ما أبطالنا رجعوا من بطولة العالم، كنا مستضيفين كباتن النادي الأهلي وقالوا كلام كتير على بطولة العالم. خلينا نروح لمواليد 98 كأس مصر دور 16. الاهلي بيفوز 38 على نادي الاولمبي 20 نادي الاولمبي. في كاس مصر دور ال 16 شباب 2000 الاهلي بيفوز على نادي الاولمبي ايضا 34-28. نروح لسيدات اليد في بطوله الجمهوريه مواليد 2000 الاهلي بيفوز 31-18 والدوري في الدوري السيدات الاهلي بيفوز 35-20 لنادي النصر. خلينا نروح لتقرير عن مباراة النصر والنادي الأهلي في كرة اليد السيدات، نشوف التقرير اللاعبات والجهاز الفني قالوا ايه على المباراة وترجعوا لنا.